الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. وبعد، في لقائنا المتجدد في شرح صحيح الإمام العالم الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه، وصلنا إلى الباب 33 بعد 500، باب متى يدفع من جمع. هذا الباب يدل على وقت النزول من مزدلفة، جمع يعني مزدلفة. في هذا الباب حديث واحد، هو 25 بعد 600، راوي الحديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بجمع الصبح، صلى بجمع الصبح ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. يحدثنا عمرو بن ميمون عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه صلى بجمع الصبح. يقول البخاري، كما يقول في البخاري: شهدت عمر رضي الله تعالى عنه صلى بجمع الصبح، يعني مزدلفة، حضرت مع عمر رضي الله عنه ورأيته بعيني وقد صلى في مزدلفة صلاة الصبح ثم وقف، أي أنه لم يسارع بالنزول من مزدلفة بعد صلاة الصبح مباشرة، لكنه وقف إلى وقت الإسفار. قلنا أن صلاة الصبح من السنة في مزدلفة في أول وقتها ويسمى الغلس، والوقت الثاني للفجر اسمه الإسفار، اللي هو عند ظهور الضوء قبل طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس. فهو صلى في أول الوقت أي في الغلس، وظل واقفا إلى وقت الإسفار. فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يعني لما حان وقت الإسفار قال: إن المشركين كانوا لا ينزلون من مزدلفة إلى منى إلا بعد طلوع الشمس والتأكد من طلوعها وإشراقها، ويقولون أشرق، أشرق فعل أمر، ثبير، جبل في مزدلفة على يسار الذاهب إلى منى، قيل إنه أعظم جبل مكة، وهو منادى بياء محذوفة، والمعنى: لتطلع عليك الشمس يا ثبير، تطلع عليك الشمس. وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في بقائهم بمزدلفة إلى طلوع الشمس، فكان صلى الله عليه وسلم ينزل في الإسفار أي قبل طلوع الشمس ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس، يعني نزل عمر من مزدلفة في وقت الإسفار وقبل طلوع الشمس. وقد يكون يحتمل أن يكون الفاعل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك عمر اقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعتمد. طيب، خالف النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الناس لأننا أمة مميزة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كره ذلك، فنفر قبل، نفر قبل، يعني خرج، نزل من مزدلفة، خرج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس. هذا الحديث يدل على مشروعية الإفاضة من مزدلفة قبل طلوع الشمس في يوم النحر، اللي هو يوم العيد، يوم 10. قال العيني: واختلفوا في الوقت الأفضل للإفاضة. ذهب الشافعي إلى أنه إنما يستحب بعد كمال الإسفار، يعني بعد تمام الإسفار، وهو مذهب الجمهور لحديث جابر الطويل، فلم يزل صلى الله عليه وسلم واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس. وذهب مالك إلى استحباب الإفاضة من المزدلفة قبل الإسفار، استحباب مالك استحب الذهاب إلى الإفاضة من المزدلفة، الخروج منها قبل الإسفار، ولكن قال خليل: ووقوفه بالمشعر يكبر ويدعو للإسفار. وهذا خليل من المذهب المالكي، من أحد الكتب المالكية. وقال في التوضيح: ظاهر كلام جواز التمادي بالوقوف إلى الإسفار. وقال في المدونة: وإذا أسفر فلم يدفع الإمام دفع الناس وتركوه. ومعنى ذلك أن حد الوقوف بمزدلفة إلى الإسفار، فإذا أسفر نزل فورا. هذا هو تحرير مذهب المالكية في المسألة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ييسر على المسلمين أمور دينهم، والاقتداء بحبيبهم ونبيهم المصطفى صلى الله عليه
وسلم، والله أعلم.